قال ويصح أن يتقاسم بأنفسهما وأن ينصب قاسما بينهما، ويشترط أي في هذا القاسم إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة. إسلامه لأن هذه قسمة إجبار، فيشترطون إسلامه لئلا يقع الظلم على أحد منهما. قالوا وعدالته، لأن العدالة تابعة للإسلام. قال العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة، العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة حتى لا يكون فاسقا فيظلم أحدا منهما. وتكليفه لا بد أن يكون مكلفا، وإلا يعني المجنون والصغير لا يمكن أن يكون قاسما هنا. ومعرفته بالقسمة هذا هو طلب لأنه يعرف كيف يقسم هذه الأرض.